السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم ويانا مرسيدس جي ال اس الجيل الثالث، نشوفها مع بعض. طبعا كالعادة راح احط لكم حساب مرسيدس ملة تحت بالوصف، تقدرون تتابعون صفحتهم بالانستغرام. والسعر للفئة اللي ويانا اليوم الجي ال اس 450 فورماتيك يساوي 35,000 دينار كويتي. في البداية نشوف المرسيدس جي ال اس محرك. طبعا المحرك يكون 6 سلندر 3 لتر تيربو تشارج متصل بجير من 9 سرعات، والقوة الحصانية 367 حصان، والعزم 500 نيوتن متر. طبعا فيها نظام الـ EQ من مرسيدس. EQ هو يكون شبه هايبريد، اللي هو النظام شبه هجين. فيها 22 حصان، محرك كهربائي، وعزم يصل إلى 250 نيوتن متر. طبعا السيارة تكون دفع كلي للعجلات، دفع رباعي فورماتيك من مرسيدس، نظام الشهير مال مرسيدس. اكيد كالعادة المرسيدس والألمان في هوكين موجود في الكبوت عشان يثبت لك السيارة في السرعات العالية، وتتسارع السيارة من 0 ل 100 في 6.2 ثانية، فتعتبر رقم جدا ممتاز بالنسبة لحجم السيارة والوزن مال السيارة. سعة تانك الوقود او خزان الوقود يكون 90 لتر، واللتر الواحد راح يمشيك 11.9 كيلو. حسبة بسيطة راح يمشيك 1072 كيلو تقريبا، والبنزين يكون 95 خصوصي. طبعا مثل ما نشوف تصميم الـ LED يكون يكنسل لك الـ Running Daylight الـ LED ويصير LED كذي، وفي Multi Beam LED هذه فيها تقنية انها مثلا تكنسل لك الإضاءات على السيارات المعاكسة الاتجاه، فتكون تخفف التوهج عليهم، وايضا تزيد من العلامات المتوهجه للطرق، تزيد لك الاضاءه عشان تشوفها عدل، ومرتبطه ايضا بالنافيجيشن، فاذا في دوار او شيء راح تكشف لك الطريق اكثر على اليمين او على اليسار. فالله يعينك، لا سمح الله اذا صار حادث راح تبدلها، اتوقع جد سعرها جدا غالي. بصمه مرسيدس بنز مثل ما تشوفون. طبعا السياره تصميمها من الامام جميل، وفي عندك فتحات تبريد وفتحات تهويه حقيقيه موجوده هنا مثل ما تشوفون عشان تبريد على بريكات السيارة، وفي سنسر موجود على الجنب، السيارة تصفط من روحها، وأيضا في سنسر مخفي بشكل ممتاز هني وهني أيضا، والكروم موجود بالأمام. وأيضا عندنا الشعار العملاق مال مرسيدس بنز، تقريبا أكبر من إيدي، وأيضا الشعار موجود أكيد بالكبوت هني، وفي عندك كاميرا بالأسفل موجودة هني. مرسيدس تنافس في فئة هذه الرينج روفر وسبورت، وايضا تنافس رينج روفر العادي، لان هذه هي الفول سايز اس يو في، وتنافس بشكل مباشر الاكس 7 والفئه هذه الفخمه الاسكاليد، وهذه كلهم تنافسهم في السياره هذه. هذا هو شكل المفتاح من مرسيدس بنز، معروف المفتاح جميل جدا، في الكروم موجود، وايضا تقدر تبطل الدبه من هنا. وهذا هو الشكل الجانبي مال السياره، طبعا طولها 5 امتار و200 ملي. عندنا تاير بالامام مقاسه 285 40 23 انش، والتاير بالخلف مقاسه 325 35 23 انش. ونشوف السعه التحميليه الخلفيه مالت مرسيدس جي ال اس 450. طبعا عندنا السعه التحميليه 470 لتر للمكان هذا، في عندك تحميل هنا ايضا، في مكان سبير، وفي عده كامله موجوده هنا. ايضا في عندنا الشماسيه تقدر تحطها عشان اغراضك ما حد يشوفها. في حال انك طويت الكراسي الخلفيه راح توصل وياك الى 490 لتر اذا طويت الكراسي عن طريق الزر هذا هني. ايضا تقدر ترفع وتنزل السياره من هني، عندنا 12 فولت موجوده، وايضا الاسعافات الاوليه موجوده من مرسيدس بنز. وايضا عندنا الكراسي اللي بالنص او الصف الثاني تقدر تطويها من هني. في عندنا اضاءه ال اي دي موجوده على الجنب. طبعا اكيد يكون في أزرار تحكم في الكرسي الخلفي، وفي فتحتين شحن موجودة هنا حق ركاب الخلفيين، وأيضا على اليسار في فتحتين شحن والتحكم وكب هولدر موجود هنا. كما تشوفون تطريز جلد جميل حتى على الركاب الخلفيين. تقدر تقفل السيارة على طول من هنا، أو أنك تضغط زر هذا تسكر الدبة الخلفية. شوف الجي ال اس من الداخل، طبعا تخلي مفتاح بجيبك، دخول ذكي بدون مفتاح. ايضا عندنا المنظره الجانبيه فيها ال اي دي، هي بصمه مرسيدس بنز،
وايضا في كاميرات راح نشوف نظام الكاميرات من داخل ان شاء الله. تقدر تقفل البيبان عن طريق الزر الموجود هنا. هذه السيارة من الداخل طبعا عندنا الابواب حشوتها جدا ممتازة، في عندك الجلد والخشب الطبيعي والكراسي الامامية تكون حتى تحكم السنادة الراس اللي فوق كهربائيا، وهذه تقدر انك تتحكم فيها مثل ما تشوفون تقدمها وتنزلها عشان دعم الركبة اسفل الركبة، وايضا عندنا التبريد والتدفئة من هنا. ايضا تقدر تتحكم في الكرسي اليمين، تتحكم في الكرسي اليمين كهربائيا مثل ما تشوفون قاعد اقدمه ونزل الكشن الراس، فميزة جدا ممتازة انه في تحكم كشن اللي على اليمين بروح. طبعا هذا خشب حقيقي موجود هنا، وايضا عندنا التطريز الجميل والتطريز اللي تحت، وعندنا هنا تبطل الدبة الخلفية من هنا، وفي كب هولدر او حامل اكواب موجود تحت هنا، والسعة جدا ممتازة تحت هنا، وفي دعم قطنية الظهر حاطينها تحت هنا في فوق واللي تحت، وسيارة اكيد مصنوعة في المانيا شتوتغارت. بسم الله نشوف سيارة متأخر. طبعا السيارة اكيد فيها الابواب شافت، ونشوف داخلية السيارة. طبعا عندك زر التشغيل يكون هني، وفي جنبه اوتو ستارت ستوب لطفيك السيارة لفترات قصيرة توفير الوقود. اول ما تشغل السيارة راح تطلع لك الجرافيكس، هذا مرسيدس بنز ونظام الامبيو اكس الجميل جدا. في البداية شوف السكان في تطعيمات خشب موجودة هني، وفي تحت خشب، وايضا الجلد يكون موجود هني بشكل ممتاز جدا، ثلاثي الاضلاع وحجمه ممتاز ومناسب للسيارة. عندنا هني التحكم في الشاشة اللي بالنص هني، وايضا هذه تكون تحكم في نظام الامبيو اكس الموجود بالنص. راح نشوف ان شاء الله هذه الشاشة بعد شوي. الحين نشوف الشاشة اللي بالنص. طبعا تقدر تحكم في الشاشة اللي على اليسار مثلا، راح اغير الشاشات مثلا ابي البنزين او العداد السرعة او اخلي الساعة مثلا او عداد السرعة، وايضا العداد اللي على اليمين عندنا فورماتيك اللي هو نظام الدفع رباعي من مرسيدس، او اخليه مثلا كومفورت. طبعا معاونيات مثل ما قلت لكم المعاون اللي برا ومساعدات تقدر ترفع وتنزلها تكون متفاعلة. تقدر ايضا تغير شكل الشاشة من هنا، شوف مثلا الانماط والبيان تقدر مثلا تخليه رياضي مثلا، شوف شلون تغير ويانا الاعدادات صارت اصفر تبع الاي ام جي. طبعا راح تغير الى هذا، راح تشوف انه راح تغير عندك الاعدادات بشكل جميل جدا. خلصنا الشاشة بالنص، شاشة بالنص جدا ممتازة، كل سيارات مرسيدس شاشاتهم من افضل الشاشات الموجودة بالسوق. عندنا هني النظام مثبت السرعة والليمتر موجود ايضا، وهني هذه الازرار التحكم مثل ما قلت لكم هني، وفيها لمس، والازرار اللي على اليمين تكون خاصة في الشاشة اللي بالنص هني. عندنا الفوليوم اللي هو الصوت تقدر تطول وتقصر، وايضا تخليه صامت، وعندك زر المفضلة موجود هني، نزلة كذي راح تحول الى الشاشة اللي بالنص تقدر تخصصها على كيفك، والاوامر الصوتية اللي هو من مرسيدس، وايضا عندنا الرد والاقلاع اتصال عن طريق الزر هذا. فيها بادل شيفتر موجود، الشيفتر اللي خلف السكان، وايضا عندنا الجير بوكس او الجير يكون 9 سرعات موجود هني جيترونيك مالهم، وهني في نظام المساحات تكون اوتو، وعندنا على اليسار التحكم في الإضاءة بشكل أوتوماتيكي موجود هني، تطول تقصر الإضاءات الداخلية، وأيضا كشاف ضباب موجود هني، وعندنا الضباب الخلفي، وعندنا هني الباركينج سنسر يكون أوتوماتيكي من هني. وعلى اليسار هني عندنا تحكم في المناظر الخارجية كلها أوتو طبعا، عندنا هني تحكم في المناظر الخارجية تقدر تطويهم من هني. طبعا إذا بتغير الألوان الداخلية تقدر تدش على وسائل الراحة، وسائل الراحة أيضا تقدر تتحكم في الكراسي اللي بالداخل، وايضا تقدر تتحكم في الالوان. وهذه شاشة المعلومات تهم السائق من استهلاك الوقود والمحرك والاوف رود سكور، راح يعطيك كم درجة جبتها بالضبط. هذا شوي غريبة الشاشة هذه، ففيها معلومات جدا ممتازة، وتطبيقات مثل ما قلنا اندرويد اوتو والابل كار بلاي اكيد لازم عن طريق اليو اس بي توصله ويشبك وياك على طول. طبعا عندنا هني ازرار خاصه في نمط القياده، مثلا تضغط على الزر هذا راح تطلع لك في الشاشه بالنص انديفيدجوال ولا سبورت ولا كومفورت ولا ايكو، وعندنا هني زر تفتح الكاميرات الخارجيه بشكل مباشر، تقدر تشوف
الكاميرات الخارجية عن طريق الزر هذا، بس لازم تكون شغالة السيارة. وأيضا هني زر السيارة راح تفتح لك الوصول السريع على طول، راح يفتح لك السيارة والأنظمة القيادة المختلفة من الهدف ديسبلاي والحساسات والإلكترونيك اللي هو التراكشن والهيل ديسند والخروج عن المسار، كله موجود بالسيارة. حتى في نمط الكار ووش تقدر انك تشغله وتفعله اذا كانت شغالة السيارة. طبعا زر المفضل موجود ايضا هنا، والتاتش باد هذا اللمس فيه هيبتك فيدباك اللي يعطيك احساس الاهتزاز مع اللمس. عندك هنا ترجع وهنا تغير التراك من بعده، وهذا وهذا زر الهوم على طول من هنا، تطول تكسر على الصوت من هنا. اذا تحطه صامت وفي النافيجيشن والماب موجود هنا، تضغط ثاني مرة راح يحول لك على النافيجيشن على طول. طبعا عندنا الراديو والميديا والتلفون موجود هنا، وايضا ترفع وتنزل السيارة عن طريق الفرار هذا او الزر هذا اللي موجود هنا. طبعا عندنا المكيف ما شاء الله 4 فتحات، وفي فتحة باليمين هنا، وشوفوا التطريز الجميل جدا موجود والخشب هذا الممتد على طول الطبلون الامامي. وعندنا هنا تخشيبة ممتازة. طبعا اكيد المكيف يكون في تبريد وتدفئة، بس تضغط على المنيو هنا وفي موجود المكيف مفصول حتى بالصف الثاني والصف الثالث، تقدر تتحكم يعني فيها 4 زون تقدر تتحكم فيه المكيف. طبعا 5 زون عفوا، 2 يكونون مختلفين اللي ورا والامام مختلفين 2، والصف الثالث ايضا مختلف عنهم، ف5 مناطق مختلفة للتكييف. صراحة ما شفت سيارة نفسها كذي، 5 مناطق ممتازة جدا، كل واحد يقدر يتحكم في الحرارة اللي يبيها. وعندنا هنا هذا الدرج الموجود بالنص، في عندك الشحن الوايرلس موجود هنا، وايضا في 12 فولت موجود، وفي فتحتين USB تقدر Type-C طبعا تشحن تلفونك، وهنا تقدر تشبك تلفونك على الشاشة الابل كار بلاي والاندرويد اوتو. وعندنا هنا تسخين المشروبات موجود هنا، في زر هنا تقدر تشغله تخليها يسخن لك ويحافظ لك على حرارة المشروب مالك. طبعا عندنا التكاية الوسطية موجودة من هنا ممتازة جدا، فيها Type-C ايضا موجود هنا، وفي حامل في هنا على شكل مفتاح، تقدر تحط مفتاحك هنا اذا طفت بطارية المفتاح وتشغل السيارة بدون اي مشكلة. تمنيت يكون في اضاءة صغيرة هنا، ما اشوف اي اضاءة موجودة داخل. طبعا اكيد الاضاءات تكون LED ممتازة جدا، للاسف ما في مكان تحفظ نظارتك، فدائما السيارات الألمانية يمسون الشغلة هذه، وهو صراحة أنا أشوف شكل شيء مهم جدا. عندك مالة إضاءة تكون هنا تحت المناظر أو المنظرة اللي بالنص هنا، وعندك تكون هي فريمليس بدون إطار، وأكيد فيها LED، أيضا فيها شماسيتين ثنتين، هذه التطوية هنا وهذه تقدر تظل موجودة قدام. ونشوف سعر الخلفية مال مرسيدس GLS. طبعا السعر الخلفية جدا ممتازة، عندك ستارة كهربائية موجودة هنا تمتد على الجامة الأمامية بالكامل، أيضا عندنا التطريز باللون البيج والتطريز هنا موجود، وكل هذا يكون جلد ممتاز جدا. عندنا ستارة خلفية موجودة هنا أو الدريشة الأمامية والخلفية والستارة، وأيضا عندك تحكم حتى كشن الراس الخلفي مثل ما تشوفون كهربائيا، ما شاء الله الفتحة جدا عملاقة واصلة للخلف. بسم الله. طبعا تمنيت يكون في مسكه هني لان السياره ما شاء الله شوي مرتفعه. عندك هني اول شيء خنصك الباب، طبعا اكيد تكون ابواب شفط موجود هني. عندنا تكييف خلفي على البي بيلر، وايضا موجود تكييف خلفي موجود بالسقف، مكانه جدا ممتاز. وعندنا هني تخشيبه ممتازه جدا بالاسفل، مكان تخزين موجود هني، وايضا عندنا تكييف المفصول بالخلف موجود هني. طبعا مثل ما تشوفون المراوح تقدر تتحكم فيها من هنا، وايضا نظام اوتوماتيكي مستقل عن اللي بالامام. في اضاءه خلفيه جميله موجوده هنا، وايضا اضاءه موجوده تحت وعلى الابواب هنا. عندنا فتحه USB Type-C فقط وحده تحت مثل ما تشوفون، خلينا نشغل فلاش. ايضا في مكان تخزين او هولدر حق التلفون ما يخليه يتحرك يمين يسار. عندنا تكاية وسطية موجودة هنا، فيها مكان تخزين ممتاز، وفي كاب هولدر مفصول من مرسيدس مثل ما احنا عارفين، وفي الايزوفيكس مال كراسي الاطفال
موجودة هني، تقدر تفتح هذا وإذا خلصت منه تسكله. وإذا وصلت لفترة هذه من الفيديو أشكرك شكر جزيلا، تقدر أنك تشترك معي بالقناة ليصلك إن شاء الله فيديوهات نفس هذه أول بأول، وفعل الجرس عشان تصلك التنبيهات وما تطوف ولا فيديو في القناة. حياكم الله.